وماركينات ثاني ماركه بانون، وشكون اللي صوت راها من هنا باش رجعتو ماركه بانون؟ راه عبد ربي زكريا حدري الكوتش مونطال زكريا حدري. انت بحال حنا كيشوفني كنشطح حتى هو جاب لي يشطح معايا بالفينال ديالكم ديريكت. انا مع الرجاء الترجي الرياضي التونسي، الترجي كانوا واقفين وكلشي كيقول على ان الترجي غدر الرجاء. مشيتو طليتو فيهم في قطر، سالا الماتش، هزيتي لاكوب، طلقوا لكم الزيكا ديال حاتم عمور. لا كان كان في التيران كان معنا، غنى لكم حاتم عمور. انت بديتي كدور عليهم وكتشطح. بغيت انا الكواليس ديال داك الماتش كامل تعاود لنا. هذاك دابا انت جيتي من الاول، حنا كنا غاديين وكانت الرجاء كانت الترجي التونسي قويه، كانت قويه قويه هذاك الوقت كانت قويه، ولكن حنا مشينا بواحد العزيمه، حنا باش نجيبوا هذاك السيبر كوب مشينا بواحد العزيمه بواحد الاراده كبيره ومشينا وتحنا وقفنا مزيان وقطعنا الماركيو وجبنا لاكوب. غير ملي دينا لاكوب هذيك الهستيريا اللي جاتنا من وراء الماتش راه ما جاتنيش غير انا، راه جاتني انا وجات شاكير وجات بدر بانون وجات ياجور، كلشي بدا كيشطح وكلشي بدا كيغني. علاش؟ راه شفتي الفيديوهات وشفتي الاحتفالات، رحيمي راه طلع فوق فوق فوق. انا راه انا فيه انا صافي ما لا تطرتي لا طرت انا طرت والله. علاش؟ حيت كنا جايين بواحد العزيمه، هذيك الترجي كانت قويه وحنا الفكر ديالنا خاصنا نربحوا. اكيد نشرح لك حاجه واحده، حاتم عمور كيغني اغاني هذه وانت كتغني على الشعبي، كي درتي له فين انا كنت فين انا فين كنت انا واش عقل على شي شعبي ولا شي حاتم حمور ولا والو فهمتي. انا راه صافي راه حتى كنقول من الحاج دحنان تا الحاج حنان كيشوفني كنشطح حتى هو جاب لي يشطح معايا. واو حاج حاج شطحتي ودابا كيشوفني اقسم بالله الا كيشوفني كيقول لي واه با زكريا اش غنقول لك هو باقي يعدي الفيديو. يعني هذاك الشيء ملي كيجي انتم كلعابه كنتم متوقعين غضربوا الترجي؟ لا حنا شوف حنا ما نكذبش كان عندنا تخوف، كان عندنا تخوف لانها كانت قويه هذاك الوقت صراحه ما نكذبوش كانت قويه، ودرنا الفيزيوناج اليوم وشفناهم كيفاش كيلعبوا وكيفاش لا ديفونس كانت عندهم وكان عندهم الجول راه. ولكن حنا جايين فريق الرجاء اللي بداو تاهم متخوفين، غير هما قالوا هذاك العام الرجاء ما دايره والو، هنا البياج فين طاحوا فين تقولبوا هما اش قالوا؟ قالوا الرجاء هذا العام راه ما عندهاش، واش فهمتي؟ راه ما عندهمش. ملي قالوا راه ما عندهمش تما فين تقولبوا؟ حنا وقفنا لهم، ملي وقفنا لهم ماركينا الاول ماركه الحفيدي ياك، وماركينا الثاني ماركه بانون، وشكون اللي صوت راها من هنا باش رجعتو ماركه بانون؟ عبد ربي زكريا حدري الكوتش مونطال زكريا حدري. غير الهستيريا اللي جات راه ما شفتيش شاكير اش دار، ما شفتيش بانون اش دار، وما شفتيش ياجور اش دار والضحك والنشاط. صراحه هذاك الشيء كيبقى، ودابا انت جبتي لي هذاك الشيء، هذاك الشيء راه هو هذاك الشيء هو التاريخ. لا راه شوف انا ما نطيحكش في البياج، بغيتي تجوجو ما نخسرك مع حتى واحد الحمد لله ما خسر ما حد. العام اللي فات مالك الحمد، العام اللي فات تفرجتي في الفينال ديال الرجاء والجيش. العام في لا تلخر في البطوله وملي مشى. لا انا نمشي معك الفينال ديال كاس العرش. ديال كاس العرش واه نمشي واه كنتي باغي الرجاء ولا عبد الفتاح؟ شوف دابا ماشي شوف قول لي دابا عندي ليا كوتش ودابا انا راه كتهبط عينك كنعرفك كتفكر في شي حاجه. لا 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 نقول لك محشومه نقول لك بحال هكا. دابا هذاك الاخ ديالي انا دائما تنبغي ليه الخير ياك ولا؟ هذاك الفريق اللي لعبت فيه وديت فيه الالقاب ياك ولا؟ سير الله. ملي كنت كنتفرج قلت مع راسي الا داها الاخ ديالي الله يسهل عليه، الا داها فريق الرجاء البيضاوي الله يسهل عليه. واش فهمتيني ولا؟ هذه قلتها انا. وانت مع من فرحتي؟ مع الرجاء البيضاوي ضد خوك. دابا هذا ما كيفهمش، هذا ما كيفهمش، دابا هذا والله ما كيفهم، اقسم بالله انت ما كتفهمش. دابا انت خفتي خوك من اش خير؟ دابا انت اخويا هو نعيط ليه دابا، انت اخويا راه كيعرفني مزيان وعيط ليه سول. ها هو نعيط ليه ماله والله تنعيط ليه اخويا، منو ما كيعرفنيش. لا تقول لي تقول لي تقول لي تقول لي بحالك تقول لي قلتيها لي قلتي لي انا شجعت الراجل ما بغيتش. لا ما قلتهاش لي، لا ما عمرني ما قلت لي. دابا انت سولتيني قلت لك انت قلتي قلتي انا بغيت الراجل فرحت مع الراجل اي حاجه داتو وكنت زكريا غير فرح اخويا كنت داتو لي فار غنفرح لخويا. انت شنو هذا ما كيفهمش؟ تفهم دابا انا معاك دابا كنت داتو للراجا غنفرح للراجا وفرحت للراجا وكنت داعم عبد الفتاح غنفرح لخويا عبد الفتاح حضري راه كيحمل الاسم ديالي كيحمل اللقب ديالي راه غنفرح لخويا. نهار انا نفسها قبيله جبدناها انا في 2017 انا داخل لعبت ضد فريق الام ديالي نفس هذه اش قلت؟ قلت الا ديتها انا غنفرح لنفسي وللراجا، الا ديتها الفريق ديالي غنفرح للفريق ديالي. ناري خاصني كوتش ها؟ خاصني كوتش موطا وانا قلت ها هي نفسها نفسها مع الجيش والراجا مع الدفاع الحصري الجديدي والراجا ها هو الجواب ديال زكريا حضرة اشنو بغيتي اكثر من هادشي؟ خاصني كوتش موطا. شوف راه قلت لك قبيله انت راك رامي واحد الشبكه وهذيك الشبكه انت باغي تطيحني فيها، الا ما بغيتش نطيح فيها ما غنطيحش لك. انا غادي دابا نقطع نعاود السؤال عاود الراجا مع الجيش الراجا مع الجيش فينال ديال كاس العرش هيا
بغيتيها تديها الرجاء اللي انت رجاوي وكتبغي الرجاء اياه ولاش بغات دير الجيش ويفرح فوق عبد الفتاح حضرات ملي داتها الرجاء بغيت الرجاء كون داتها الجيش غنفرح لخويا عبد الفتاح حضرات ماشي للجيش ودابا شوف الجيش فريق كبير حتى هو في البطوله الوطنيه أيه. انا خويا كيحمل لي اللقب ديالي ياك ولا لا كنفرح لعبد الفتاح حضرات ودابا كنفرح ليها ما يلاه ربحوا غير البارح ودازوا ليبول فرحه ليه ويمشي يدير مال الجيش الملكي جاك فريق صغير لا 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 هادشي اللي بان هادشي اللي بان ليا لحد جانا ما قلتي ليا قلتي ليا الجيش قلتي ليا الجيش الملك لو قلتي ليا قلتي ليا ماشي الجيش ما الجيش ماشي فريق لا انا قلتها لك انت الجيش فريق الجيش الملكي الجيش الملكي فريق كبير عنده قاعده جماهيريه كبيره لاعبين كبار زيد 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 كيفاش زيد شويه الملح شويه الملح زيد زيد شنو اللي خرج منك انا شكون ليا الجيش والله وعندي صحابي في الجيش الحمد لله والله يعمر لهم الدار ها وعلاش انا باغي تخسر ليا صورتي هنايا علاش اخوك ولا فرحان خويا ما خويا ما خوياش تحرم من شي حاجه تحرم مناش تحرم اللقاء كبير اي قول الفريق فريق الرجاء البيضاوي تاور مزيان ما الفريق الرجاء البيضاوي ما مزيانش واسمح لي ها مزيان 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 واسمح لي ودوي علينا واخا نديرو حنا كون كانت لعبه الوداد البيضاوي والجيش الملكي ياك وكون ربحات الوداد البيضاوي ياك غنقول فتح راه صافي راه الفرقه راه في الوداد البيضاوي تما راه مزيانين ها تشجع الوداد ومزيانين في الكورتهم مزيانين اصاحبي لا كون كانوا كورتهم مزيان غتشجعهم وتسمح لي انا نحط لعب في الرجاء راه ما يمكنش واسمح لي وكنت منطقي شويه لو كنت في الاول دخلت انا الوداد وعشت هذاك الشيء اللي عشته في الرجاء راه غنشجع الوداد علاش ما كتبغيش صاحبي منطقي علاش بغيت نعرف علاش انا حنايا حنا العرب حنا العرب كنا ما كنمشيوش في الحقيقه وما كنمشيوش في المنطق وما كنمشيوش في هذاك الشيء اللي هو واقعي واش خاصنا حنا خاصنا نتضمصوا باش نبقاو نشوفوا داك الشيء اللي هو حقيقي وي هذه انا كنت بتجي عليا انا مثلا انا مثلا خويا غيكون كيلعب في الجيش ولا في الرجاء ويلعب فينا مع فرقتي اللي انا اللي كنبغي غنبغي خويا ودابا انت الا لا الا لا خفتو يتعادل معايا في الالقاب تاوي يدي كاس العرش وانا لا بالعكس ايوا انت شوف هادشي باش فكرت ايوا لا ما خاطرش تفكر بحال هكا انا هذيك الفرقه لعبت فيها فهمتيني ولا لا ديك الفرقه انا لعبت فيها وديت فيها الالقاب وهذاك خويا من دمي ولحمي خويا وكنبغيه ودابا راه هو عارف كلشي دا كاس العرش غنفرح ليه وغنبارك ليه وغنقول لك تبارك الله عليك وفرحتيني هذيك الفرقه ولكن واخا انت كاعل داخل اسمع اصاحبي انت رجاوي اسمع اصاحبي اسمع كاعي ولا ما كاعيش الجلوبال خويا فرحت ياك ولا لا هذيك الفرقه لعبت فيها وديت فيها كيسان غنفرح نعطيك فرقه ما لعبتش فيها بركة لعبت في بركان وديت فيها الكاس تاعي بركان وديت فيها الكاس نمشي معاك بعيد نجيب دوال السيدي مثال بالوداد البيضاوي ياك انت هذا بخيت على الجمهور لا ما خايف والله ما خايف ما خايف والله